أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من دروس شرح منحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة 11 من شهر صفر لعام 36 و400 ألف. وأخذنا في يوم أمس الكلام على الجواب، ماذا الجواب في الفاء، ماذا يشترط لنصب المضارع بعد فاء السببية، أي أن تسبق بنفي محض، بنفي محض أي خالص، أو طلب بالفعل. يشترط في النهي أن يكون محضا، ويشترط في الطلب أن يكون بالفعل. والطلب يشمل ماذا يا إخواني؟ يشمل 8 أمور، وهي مجموعة في قول الشاعر: مر وادع وانهى وسل وأعرض لعضهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. هذا البيت مذكور في التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد في باب النواصب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع، أي وتنصب الواو إذا جاءت بمعنى مع في جواب الأمر أو المنع، وهو النهي والنفي، نحو زرني وأكرمك، وقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تلبسوا الحق مع كتمان الباطل، هذا معنى أن تكون الواو للمعية. على كل، واو المعية هي أخت فاء السببية، لأنهما يشتركان في اشتراط تقدم النفي المحض والطلب بالفعل، ولا ينتصب المضارع بعدهما إلا بهذين الشرطين: تقدم النفي المحض والطلب بالفعل. وهذه الواو عاطفة، هذه الواو عاطفة تفيد المعية، كما أن الفاء عاطفة تفيد السببية. ونستفيد من معرفتنا لهذا الأمر أن نعطف المصدر المؤول على مصدر متصيد من الفعل المتقدم، كما مر علينا أمس في الكلام على فاء السببية. فقوله زرني وأكرمك، إيش تقدير المصدر؟ زرني وأكرمك، قلنا الواو عاطفة تفيد المعية المصاحبة، والفعل منصوب بماذا؟ بأن مضمرة على الصحيح،
والمصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق والتقدير لتكن منك زيارة فإكرام، لتكن منك زيارة لي فإكرام مني مثلا. ولماذا هذا التقدير يا أخواني؟ حتى لا يعطف الاسم على الفعل، حتى لا يعطف الاسم على الفعل، فإن الاسم لا يعطف على الفعل والعكس إلا بشرط أن يكون الاسم فيه معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول كما تقدم معنا قبل. زرني وأكرمك، هذا مثال للواو بعد الأمر، لواو المعية بعد الأمر. وعند المصنف ومن قال بقوله الواو نفسها هي الناصبة، واو المعية نفسها هي الناصبة للمضارع، وهذا خلاف التحقيق، هذا خلاف التحقيق. فالتحقيق أن الناصب هو أن المضمرة، أن المضمرة وجوبا بعد الفاء والواو المسبوقتين بنفي أو طلب. وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا مثال للمضارع المنتصب بعد واو المعية المسبوقة بنهي، والنهي من أنواع الطلب. وهكذا ولا تلبس، هذا نهي. وقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أين الشاهد؟ ويعلم الصابرين سبق بنفي محض، وهو لما حرف نفي وجزم وقلب. قال الشارح رحمه الله تنبيه لا معنى لاقتصاره على الأمر والنهي، فإن واو الجمع كفاء السببية في انتصاب الفعل بعدها، بعدما سبق أيضا من العرض والتمني والاستفهام، ويوجد ذلك في الأمثلة السابقة إذا قصد بها اجتماع الأمرين بمعنى إذا قصد بها المعية والمصاحبة. المعية وماذا؟ والمصاحبة، اجتماع الأمرين، ذاكر وتنجح، ذاكر وماذا؟ وتنجح، بمعنى ذاكر مصاحبا النجاح، فالنجاح يصاحب ماذا يا أخواني؟ المذاكرة، فمن ذاكر نجح. ذاكر وتنجح بمعنى ذاكر مصاحبا النجاح. قال فإن قصد الاستئناف ارتفع الفعل، فإن قصد الاستئناف أي لم يقصد المعية والمصاحبة ارتفع الفعل. والنصب أيضا إنما هو بأن المقدرة بعدها، وقد قرئ يا ليتنا نرد ولا نكذب بالرفع والنصب، النصب على المعية وماذا؟ الرفع يكون ماذا يا إخواني؟ على العطف، نرد ولا نكذب، أو على الاستئناف، عطف أو استئناف، ولا نكذب أي ونحن لا نكذب. واضح هذا يا إخواني؟ من النواصب عند المصنف ومن قال بقوله واو المعية بشرط أن تسبق بنفي أو طلب. فالصحيح أن الناصب هو أن المضمرة وجوبا. قال رحمه الله وتنصب الفعل بأو وحتى، وكل ذا أودع كتبا شتى. قال الشارح رحمه الله أي وتنصب الفعل بأو إذا كانت بمعنى إلى أن،
أو إلا أن. قالوا الأحسن، قال النحويون الأحسن أن يقال أو التي بمعنى إلى، أو بمعنى إلا. عفوا، قال النحويون الأحسن أن يقال أو التي يصلح في موضعها إلى، أو يصلح في موضعها إلا، أحسن من أن يقال التي بمعنى إلى أو بمعنى ماذا يا إخواني؟ إلا، التي يصلح في موضعها إلى أو إلا. طيب، فأو ليست بمعنى إلى، وإنما يصلح في موضعها إلا. فقل مثلا لأنتظرنك أو تجيء، يصلح في موضعها لأنتظرنك إلى أن تجيء، هذا أحسن، هذا التعبير أحسن من قولهم بمعنى إلى. أو التي يصلح في موضعها إيش؟ إلى أو إلا. قال نعم، نقول أو التي بمعنى إلى، وضابطها أن ما بعدها ينقضي ماذا؟ شيئا فشيئا. ما بعدها ولا ما قبلها؟ ها؟ التي ما بعدها أو قبلها؟ على كل، قالوا قبلها أو بعدها، قبلها أو بعدها، لأنه يصلح، يصلح، يصلح الأمران، يصلح الأمران. مثلا لأنتظرنك أو تجيء، هل الانتظار ينقضي شيئا فشيئا أو دفعة واحدة؟ الانتظار ينقضي شيئا فشيئا، وهل المجيء ينقضي شيئا فشيئا أو دفعة واحدة؟ شيئا فشيئا، فسواء قلت قبلها أو قلت بعدها. ومثلها إلا، ومثلها إلا التي ضابطها أن ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، قبلها أو بعدها، قبلها أو بعدها، أو يسلم. القتل الذي قبل يكون دفعة أو شيئا فشيئا؟ ما يا أخواني؟ دفعة. والإسلام يكون دفعة ولا شيئا فشيئا؟ دفعة. فسواء قلنا الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا، أو قلنا الذي بعدها ينقضي شيئا فشيئا، أو قلنا الذي بعدها ينقضي دفعة واحدة، أو الذي بعدها ينقضي دفعة واحدة. بعض النحويين يقول ضابطها أن يكون ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، وبعضهم يقول أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. وأنت إذا جئت تنظر ما قبل وما بعد، كلاهما ينقضي شيئا فشيئا، هذا إذا كانت بمعنى إلى. وإذا كانت معنى إلا، ما قبلها وما بعدها ينقضي ماذا؟ دفعة واحدة. لأقتلن الكافر أو يسلم، القتل الذي هو إزهاق الروح يكون ماذا؟ دفعة واحدة، خروج الروح. والإسلام كذلك يكون ماذا؟ دفعة واحدة. شيئا فشيئا، نعم. قال أي وتنصب الفعل بأو إذا كانت بمعنى إلى أن أو إلا أن.
والناصب في الحقيقة أن المصدرية المقدرة قدر وجوبا، نحو لأنتظرنه أو يجيء، أي إلى أن يجيء. أو هنا يصلح في موضعها إلى. وما هو الذي ينقضي شيئا فشيئا؟ الانتظار أو المجيء؟ كلاهما. الانتظار ما يكون دفعة واحدة، ينقضي شيئا فشيئا، انتظرته ربع ساعة، نصف ساعة، أكثر، أقل، هذا الانتظار شيئا فشيئا. والمجيء كذلك شيئا فشيئا. قال ونحو لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. أو هنا أو هنا يصلح في موضعها إلا أن. وأيهما الذي ينقضي دفعة واحدة، القتل أو الإسلام؟ كلاهما ينقضي دفعة واحدة. قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أو هنا بمعنى إلى، أو نقول بالتعبير الأصح يصلح في موضعها إلى. واستسهال الصعب يكون شيئا فشيئا، وإدراك المنى كذلك يكون شيئا فشيئا. وقال امرؤ القيس وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. أو هنا يصلح في موضعها إلا. طيب، وكنت إذا غمست قناة قوم، القناة أراد بها الرمح. قال رحمه الله وقد سبق ذكره حتى على النسخة السابقة. قال رحمه الله ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أنه قد اختصر النواصف في هذه الأبيات تقريبا للطالب، مع أنها كانت متفرقة في كتب شتى، أي متفرقة، فجزاه الله خيرا، لأنه أول من نظم في هذا الفن فيما علمت. هكذا يقول الشارع، لأن وفاته كانت على رأس 500 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وابن معطي على رأس 600، ابن معطي صاحب الألفية التي قبل ابن مالك. طيب، وعلى هذا فيكون الحريري أول من نظم في النحو كنظم متكامل أو شبه متكامل، ونظمه طيب وجيد وحسن وسلس، نظم الحريري، وفيه حكم ونصائح طيبة. الأبيات فيه نصائح طيبة. تقدير المصدر الأول في لأنتظرنه أو يجيء، يكون هكذا، ليكن مني انتظار فمجيء منه مثلا. والثاني تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، ليكن مني قتل للكافر أو إسلام منه. أي نعطف المصدر المؤول على مصدر ماذا؟ متصيد. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ليكن مني استسهال للصعب وإدراك أو إدراك للمنى. أو هنا أيضا عاطفة. قال رحمه الله تعالى تنبيه، وعلى هذا يا إخواني ننصح إخواننا بحفظ هذا المتن، ننصح إخواننا بحفظ هذا المتن. يكون عندك متن مختصر في النحو
متن مختصر جميل وسلس وسهل في النحو. واضح يا إخواني؟ الشخص قد يتمنى أن يحفظ الألفية لكنها كبيرة وألفاظها ماذا؟ صعبة، وألفاظها صعبة. احفظ هذا السهل، يكون معك من كل فن مثل معين، مثل معين، هذا مثل طيب ومختصر وأيضا سهل ومفيد. قال الشارح رحمه الله: تنبيه سبق أن حتى وكي ولام كي والفاء في الجواب والواو بمعنى الجمع وأو بمعنى إلى أن أو إلا أن ليست هي الناصبة، وإنما الناصب أن المقدرة بعدها. هذا على الصحيح، هذا على ماذا يا إخواني؟ على الصحيح، وهو مذهب البصريين. فتحصل حينئذ أن نواصب الفعل أربعة فقط: لن وإذا وكي وأن، ظاهرة ومقدرة، فليعلم ذلك. هذا قلنا يا إخواني على ماذا؟ على المذهب الصحيح، وهو مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيقولون النواصب كم؟ عشرة، وكلها تنصب بنفسها. وعلى هذا ما عندنا أن مضمرة، ما عندنا أن مضمرة. ذاكر حتى تنجح، حتى حرف ماذا؟ نصب، وتنجح فعل مضارع منصوب بحتى. ما عندنا أن مضمرة، ولا عندنا مصدر متصيد ولا شيء. واضح؟ متى نحتاج أن نعطف المصدر المؤول على مصدر متصيد الكلام؟ إذا جعلنا الناصب أن مضمرة. أما إذا كانت هذه الأمور هي تنصب بنفسها فليس عندنا مصدر مؤول ومعطوف على مصدر متصيد. ها؟ طيب ما فيش حاجة. الله يقول: فإذا أخذنا بهذا المذهب السهل جيد. الشيخ العثيمين يرى هذا، الشيخ العثيمين يرى هذا، يقول: إذا اختلف النحويون أخذت لك بالأسهل. لكن أنا أقول أن الأسهل قد يكون غير صحيح. لماذا؟ مثلا لم يثبت في كلام العرب أن حتى تنصب، كما يقول ابن هشام في شرح القطر، يقول: ثبت عندنا في كلام العرب أن حتى تجر، أن حتى ماذا؟ تجر. قال الله تعالى: حتى مطلع الفجر، وقال: حتى حين، فتربصوا به حتى حين. ويقول: إذا ثبت أن العامل يعمل عملا معينا فلا يعمل عمل آخر. يقول: ما عندنا في كلام العرب عامل يعمل عملين مختلفين، ما عندنا عامل يعمل عملين، يعني يعمل الجر ويعمل النصب أو يعمل الجزم. يقول: ما فيه، هذا لا نظير له في كلام العرب. ابن هشام في شرح القطر يقول، يرد على الكوفيين القائلين بأن حتى ناصبة، يقول: قد ثبت عندنا في كلام العرب أن حتى تجر، فإذا قلنا إنها تنصب صارت حتى تعمل عملين. ويقول: إن هذا لا نظير له في كلام العرب، إذا ثبت أن العامل يعمل عملا فلا يعمل عمل آخر. مثلا عندنا إن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، ما تجر ولا تجزم، ما تجر ولا تجزم ولا تنصب فعلا ولا شيء، خلاص تعمل هذا العمل فقط، تعمل هذا العمل فقط.
إذا ثبت العامل لشيء معين فلا يعمل ماذا؟ عمل آخر. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه. وعلى ظاهر كلام الكوفيين أن حتى تجر وتنصب فتكون قد عملت عملين. تراجع كلامهم في شرح القبر، هو كلام طيب. فمسألة يا إخواني الأخذ بالأسهل هذا شيء طيب، لكن إذا كان الأسهل صحيحا، إذا كان الأسهل صحيحا. أما إذا كان هناك ماذا شيء سهل وهو غير صحيح أن يخالف القواعد مثلا فلا نأخذ به. هذا وجهة نظري والله أعلم. فالأحسن أن يقال النواصب أربعة، أن تنصب ظاهرة ومضمرة، والله أعلم. وعندنا أو لم يثبت في كلام العرب أن أو تنصب، أو العاطفة، أو العاطفة وفاء السببية وهو المعية ما تنصب، ما تنصب الفعل إلا على قول الكوفيين، إلا على قول الكوفيين. البصريون في الأكثر يا أخواني يعتمدون على السماع، البصريون يعتمدون على السماع. ومعنى السماع، السماع الكثير المتكاثر الأصل الأصيل. فما يأتون بالقاعدة إلا وقد اشتهر سماعها عن العرب. القاعدة ما يجعلون قاعدة إلا للكلام الكثير المتكاثر الأصيل المتأصل في كلام العرب. وأما الكوفيون فيعتمدون في الغالب على القياس، على القياس، يقيسون غير المسموع على المسموع. وإذا سمع بيت أو بيتان جعلوه قاعدة، هذا ما يصلح. البيت والبيتان والثلاثة لا تبنى عليهم قاعدة، هذا في الأصل يكون ماذا؟ شاذ أو نادر أو قليل أو نحو ذلك. وتكون القواعد للكلام ماذا؟ الأصيل الكثير الذي ماذا؟ هو مشهور ومنشور بين العرب، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر.